سلام بنات، اليوم جبت لكم بيني بجبنة الريكوتا كيتحضر في دقائق، كيجي رائع. نخليكم مع طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 190 غرام ديال الدقيق الأبيض فورس، جوج معالق صغار ديال خميرة الحلوى، ثلاثة البيضات بحرارة المطبخ، جوج ساشيات ديال السكر فاني، 50 غرام ديال السنيدة، 250 غرام ديال جبنة الغيكوتا. بالنسبة للناس اللي ما متوفراش عندهم يمكن يديروا في بلاصها الجبن، 250 غرام جبن، القليل من الملح. ندوزوا لطريقة التحضير. بسم الله، كنبداو بالغيكوتا. البنات الغيكوتا كتعطي لهاد البيني، كتعطي واحد المذاق لذيذ بزاف ورائع. كنضيفو سكر، كنضيفو سكر فاني، درت القليل من الخل الابيض باش يحيد ليا ريحه السفوريه ديال البيض والمذاق ديال البيض. كنخلطو بهذه الطريقه حتى كنحصلوا على هذا القوام، وكنبداو نضيفو في البيض وحدة بالوحدة حتى كيشرب لينا الخليط البيض الاولى، وكنبداو نضيفو في البيض الاخر بهذه الطريقة. كناخدو مقلاة وكنديرو فيها الزيت، كنسخنو مزيان وكنقصو من النار حتى الحد باش ما يطيبش لينا البيني من على برا ويبقى خضر من الداخل. كناخدو واحد البول كنديرو فيها الماء وجوج معالق كبار باش ما تلصقش لينا العجينة في المعالق. كنبداو نطيبو بهذا الشكل، بهذا الشكل هكا. ضروري اننا نقصو من البوطة حيت لخليناها مجهدة كيطيب لينا من البيني من على برا وكيبقى خضر من الداخل. الشكل النهائي ديال البيني كيجي خفيف، وجبنة الغيكوتا كتعطي واحد النكهة كيجي لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. بسلام عليكم، الى فيديو قادم.